سايرو موبايل ابتكار جديد يأتينا من جمهورية سلوفاكيا، ويتمثل في سيارة يمكن استخدامها على الطريق كأي سيارة عادية، لكن يمكنها أيضاً أن تتحول إلى طائرة تحلق في الجو كأي مروحية. أحد القائمين على هذا المشروع يقدم لنا المزيد من التفاصيل. لقد قمنا بعدة مشاريع وصممنا عدد النماذج، وحان الوقت الآن لتقديم تصورنا الذي تحول إلى حقيقة. لقد قمت بتجريبه وأجد أنه رائع كطائرة، كما أنه جميل جدا على الطريق. هذا الابتكار عرض مؤخرا في فيينا ويزن 450 كيلوغراما، يمكنه قطع مسافة 700 كيلومتر. استهلاكه للوقود يظل مقبولا ويصل إلى حدود 200 لتر لعملية التحليق و8 لترات فحسب للسير على الطريق. نحن لا نريد تصميم سيارة تطير أو طائرة تسير، بل نريد ابتكار شيء جديد أو فئة جديدة تماما مثل الدراجة النارية. نريد تصميم جهاز جديد قادر على أن يكون مثل السيارات تماما على الطريق ومثل الطائرات تماما في الجو. ولأنه من الصعب ركن أيرو موبايل في مرآة بسيارات عادية، فكر مخترعو هذا الجهاز في تصميم مسارات خاصة قرب الطرقات السريعة والمطارات. لكن قبل ذلك، على الراغبين في استخدام هذا الجهاز أن يجتازوا امتحاناً لسياقة الطائرات.